اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانيه. دلوقتي بدات الاعداد تتزايد في ميدان التحرير. احنا عارفين ان الجو حر جدا وناس كتير ما حبتش تروح في الحر ومقرر انها تروح تبيت او تتجمع بالليل في الجو الهادي. احنا شايفين كنا بنتفرج على ميدان التحرير عندنا على سي بي سي من الساعه 3 بالليل، كان في منصات وناس بتتكلم وكان في تجمع ودود. ما زالت المطالب تتردد في ميدان التحرير حتى الان، اهمها سرعه محاكمة رموز النظام السابق وتطهير القضاء وإقالة النائب العام وتطهير وزارة الداخلية من فلول العدل. على تويتر دعا عدد من النشطاء السياسيين الشباب المصري إلى النزول إلى ميدان التحرير. قالوا لهم لو مش هتعتصموا حتى تعالوا عشان تقدموا الدعم للمعتصمين وبقية ميادين مصر مش في التحرير بس، عشان نرفع معنوياتهم ونؤكد على المطالب اللي رفعها الثوار والشعب المصري اللي نزل الجمعة 8 يوليو. النشطاء أيضا دعوا كل من سيتوجه إلى ميدان التحرير والميادين أخرى للضغط لتحقيق المطالب المرفوعة وإلى زيادة الأعداد لحماية ميادين الاعتصام من أي هجوم للبلطجية، خايفين من أن في بلطجية يستغلوا أن الأعداد قلت فيروحوا يعملوا معركة علشان يمشوهم من الميدان، وتبقى حاجة بشعة بقى لو ده حصل، يعني تبقى يعني جريمة حقيقية. وأعتقد أن الحمد لله شباب الثورة هيعرفوا يحموها كويس. نشروا كمان وصفات لعصائر تمنع الإصابة بحالات الإعياء والهبوط بسبب الحر. الحمد لله احنا بعد الظهر دلوقتي فالدنيا مستورة. في بعض النشطاء قرروا أنهم يصعدوا من دلوقتي في السويس والإسكندرية. بعض القوى منها 6 إبرير قررت أنهم يضربوا عن الطعام، قال لك هنبتدي اضراب على الطعام في السويس، قالوا هنضرب على الطعام علشان لابد من الاستجابه، خاصه محاكمه القتله. وفي بورسعيد وفي الاسكندريه في اكثر من مكان هنعرف ايه اللي هيحصل اذا كان ده هيتم في القاهره كمان. هسال ضيوفي الاعزاء النهارده هم اللي هيشرحوا لنا ايه الخطوات القادمه ما بعد الاعتصام. هل الاضراب؟ طيب لو عملنا اضراب بعد الاضراب الخطوه رايحين فين؟ هو ده اللي هنفهمه. الشهيد محمد علي عبد العزيز، وده لازم نعتز بيه ونكرمه، ملازم اول محمد علي عبد العزيز. النهارده اتعملت له جنازه عسكريه، ده ضابط بقسم مكافحه السيارات بمديريه امن القاهره. جت معلومات للمديريه، واحد اتصل وقال لهم انا حد سرق عربيتي وطلب ان انا اقابله عشان يدينا العربيه مقابل 7000 جنيه. فالمباحث سرقة السيارات اتحركت على الفور وكلفت الملازم أول محمد علي عبد العزيز رحمه الله أنه ينزل يقبض على المتهم. كان المتهم معاه سلاح طبعا، أول ما شاف الضابط أطلق عليه رصاصة جات في صدره. على ما اتنقل مستشفى الشرطة كان توفاه الله. ضابط وجه مشرف للشرطة زي ما احنا بنتكلم وبنقول أن في ضباط ارتكبوا جرائم، عندنا ضباط محترمين تانيين بيفنوا حياتهم ودول اللي محتاجين نشجعهم. خالص تعزينا لوزارة الداخلية ولأسرة الشهيد محمد علي عبد العزيز، هذا الشاب المصري الصغير اللي راح وهو بيؤدي عمله للقبض على اللص. أتمنى أن يتم القبض على اللص. معنا السيد اللواء منصور العسوي وزير الداخلية. مساء الخير سيادة الوزير. مساء الخير يا استاذ خيري، لحضرتك. ازيك يا فندم؟ الله يخليك. اولا احنا بنقدم تعازينا لوزاره الداخليه والاسره الشهيد في محمد علي عبد العزيز اللي مات وهو بيؤدي دوره وواجبه النهارده تجاه الوطن. شكرا يا استاذ خيري، واعزائنا برضه ليه ولاسرته، وان شاء الله ربنا يتقبله في فسيح جنات ان شاء الله يا رب. سياده الوزير، حضرتك خدت قرار بنقل مدير امن السويس وتعيين مدير مستشفى الشرطه بالاسكندريه بدلا له. ايوه، لماذا القرار الآن؟ هل له علاقة بالمظاهرات؟ لا لا لا، بالعكس، القرار ده بقاله أسبوع، ما احنا كنا أجلنا تنفيذ النقل بناء على طلب السيد محافظ السويس، ونفذ النهارده قرار النقل بالفعل، وده في إطار التنقلات العادية يعني عشان اختيار أفضل العناصر لمديرية الأمن. هل النقل ليه علاقة بأنه لم يستطع القبض على بعض الضباط المتهمين وتقديمهم للنيابة؟ لا لا لا، قرار النقل ده بقاله أسبوع، قرار النقل ده سابق على القصة دي كلها، وإحنا هو كان اتصل بيه السيد
محافظ السويس وقال لي لا ارجوك لو ينتظر قليلا، فاجلت تنفيذ النقل ونفذ النهارده. كانت ايه واجهته في تاجيل النقل مع ان شارع مشتعل وغضبان وليه مطالب، وفي السويس بالتحديد الدنيا مشتعله تجاه الداخليه، فكان ايه مبررات المحافظ في تاجيل النقل؟ السيد المحافظ هو له وجهه نظر معينه، شايف انه في تعاون الى حد ما بينه وبين السيد مدير الامن السابق، والوزاره لها وجهه نظر اخرى ان هناك يعني تداعيات في مدينه السويس تقتضي ان يكون هناك مدير امن على قدر كبير من الوعي وعلى قدر كبير من الكفاءه، هو المدير الجديد اللي هو فعلا تسلم عمله النهارده. نعم. سيادة الوزير، حضرتك أعلنت أن يوم الخميس الجاي يوم 14 هتبقى فيه أكبر حركة في الداخلية وعلى مرحلة واحدة مش مرحلتين. أيوة. لماذا الآن؟ برضو ده معاد الحركة السنوي، الحركة بتاعة الشرطة بتطلع كل سنة في نهاية النصف الثاني من شهر يوليو كل سنة. نعم، بس حضرتك كانت بتتم على حركتين، حضرتك قلت أنها هتكون على مرحلة واحدة. هي كانت سابقا بتتم على حركتين، كان بتبقى في جزء منها في يناير وجزء آخر في يوليو. الكلام ده بقى له سنتين ثلاثه لغي، واصبحت حركه واحده في السنه عشان ما بقاش في تنقلات في وسط السنه بالنسبه للظباط. ملامح الحركه ايه سياده الوزير؟ لا، ملامح الحركه انه بنستبقي في الجهاز افضل عناصره. عاوزين يعني الناس الاكثر شبابا تتولى المسؤوليه، عاوزين الناس الاكثر قدره على العطاء تتولى المسؤوليه، عاوزين الناس الاكثر كفاءه تتولى المسؤوليه. هذه هي الملامح الرئيسيه، الملامح هتبان ان شاء الله لما تطلع الحركه باذن الله. احد مطالب الثوار والشعب في ميادين مصر هو التخلص من مساعدي الوزير السابق. برضه كان في اعتبارنا ونحن نضع الخطوط الرئيسيه للحركه. حضرتك قلت ان في 700 ده كان ضمن احد العناصر الرئيسيه في الحركه القادمه ان شاء الله. هل هيكون في ترقيات استثنائيه سياده الوزير عشان رتب اقل تاخد فرص؟ لا، ما فيش ترقيات استثنائيه، الحركه فيها الترقيات العاديه بتاعت كل سنه. ما فيش ترقيات استثنائيه، الترقيات الاستثنائيه ده لما يبقى في ضابط ادى دور غير عادي، وده نعم تطبيق قرار رئيس الجمهوريه او من المجلس العسكري دلوقتي بديلا عن الرئيس. موقف حضرتك ايه ورؤيتك للقوائم اللي طلعتها حركه 6 ابريل فيها مجموعه من اسماء الضباط اللي بيطالبوا باقالتهم او ابعادهم عن العمل؟ الحقيقه جالي هذا يعني جات لي هذه عن طريق النت، عن طريق الفيسبوك، فيها اسماء الحقيقه مالهاش علاقه باي حاجه، يعني انا لقيت فيها ناس مالهمش علاقه باي حاجه، دي ناس بتشتغل مثلا في الاحوال المدنيه خدمتها كلها لا علاقه لها لا بمظاهرات ولا علاقه لها باي حاجه ولا ليها علاقه اصلا لا بفساد ولا حاجه، يعني طبعا احنا بنفحص هذه القوائم، من نجد ان هناك مبرر لرفعه او يعني اتخاذ اجراء قبله هنعمل، انما فيما عدا هذا طبعا لابد ان يكون هناك اسباب، ما ينفعش اطلاقا ان ننقل الضابط بلا اي مساوغ. سيادة الوزير، هل هيصدر قرار بإيقاف الضباط المتهمين الذين يحاكمون الآن أمام محاكم جنائية لحين الفصل في القضايا؟ كثيرا الحركة القادمة سوف تنهي هذه المسألة، إنما هو من الناحية القانونية الموظف العام يوقف إذا كان هناك مبرر لإيقافه، إذا كان هناك جريمة ارتكبت ويجري التحقيق فيها يبقى إذا لابد أن يوقف طوال فترة التحقيق، إذا انتهى التحقيق لابد أن يرفع الإيقاف قانونا، والموضوع ده خلاص بالنسبه لنا انتهى، يمكن الحركه الجايه هتحسم هذا الموضوع. تعتقد حضرتك ان الحركه الجايه هترضي الغاضبين في ميادين مصر؟ استاذ خيري، ما فيش حد في الدنيا يستطيع ان يفعل شيء يرضي كل الناس. نعم. استحاله، ما فيش لسه ما فيش، ده ربنا سبحانه وتعالى اقصد على الاقل الطلبات المتفق عليها المنطقيه. بنأمل انه الحركه يعني هترضي معظم الاتجاهات السياسيه. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة الوزير، وأمل أن يكون لحضرتك دور وتشرفنا بعد الحركة في البرنامج نناقش ماذا تم رؤيتك للداخلية في المرحلة القادمة بعد خروج الضباط. كلمة تطهير مستفزة بعض الضباط الشرفاء اللي لم يكن لهم أي دور سلبي، فأتمنى أن يتم التعامل معهم بتمييز عن الذين تورطوا أو ارتكبوا جرائم بالفعل. صحيح، شكرا جزيلا، وطبعا انت احد الوجوه المشرفه في الاعلام. ربنا يخليك، ان شاء الله ان نلتقي قريبا باذن الله. شكرا سياده الوزير. شكرا. ده كلام مطمئن، كلام مطمئن وواضح من كلام السيد الوزير. المعلومات اللي اتقالت ان هيتم تقريبا استبعاد كل الضباط الذين شاركوا في مرحله الحكم اللي هي الرتب الكبيره التي شاركت في الحكم وكان عليها اي التباس، ان قائمه 6 ابريل فيها بعض الضباط اللي الوزير شايف بعد طبعا الدراسه وعنده شؤون قانونيه ومش عارف اسمها ايه بتاع الموظفين دي،
شؤون الضباط بيبقى عنده معلومات كامله، فمعنى كده ان في ضباط واسماء من التي طرحت في القائمه هتظهر في الحركه القادمه، ان مفيش ترقيات استثنائيه هتتم في المرحله القادمه للضباط، ولكن هيدي فرصه لاجيال واسماء جديده ان تعمل في المرحله القادمه في وزاره الداخليه، ان الضباط الذين يتم التحقيق معهم او متهمين في قضايا فيها فساد او قتل شهداء الثورة هيتم إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق أو صدور أحكام، وكلها أعتقد أن لها علاقة بمطالب الثوار في ميادين مصر. كنا اتكلمنا في الحلقات السابقة عن الشاب المصري، المدون المصري والثائر المصري لؤي نجاتي. لؤي نجاتي من الوجوه المحترمة اللي كانت موجودة في ميدان التحرير يوم الثلاث، وكان بيمارس عمله في فكرة المتابعة والمراقبة، وكان في على تدوينته أو على تويتر كان كاتب إن مفيش داعي للاحتكاك بالشرطة لأنهم ممكن يضربوا نار. يعني كانت كل المؤشرات بتقول أن لؤي ومعه مجموعة من الشباب لم يرتكبوا أي جرم، بل هم وجه مشرف للثوار المصريين. ولكن ما حدث ان تم القبض عليهم واتحبسوا 15 يوم. اول مره احنا اتكلمنا عن الموضوع، ثم جاء شرفنا شقيقه طارق واتكلم عنه، وكان املنا كبير في ان النيابه العسكريه ستنظر في امر هؤلاء الشباب. الحمد لله منذ ايام قليله اصدرت النيابه العسكريه قرارها باخلاء سبيل لؤي نجاتي ومجموعه من الشباب. حسيبكم تشوفوا التقرير، وعندنا زميلتنا رحمه في لقاء مع لؤي من ميدان التحرير رجع مكانه وموقعه، نشوف ارجع لكم.